بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا بمنتجاتنا الجميلة الرائعة الغنية عن تعرفها، جبت لكم النهاردة منتج طبي، منتج رائع، وهو شراب الدوالي التايواني السيليكون. تمام، زي ما انتم شايفين شكل الكرتونة من الخارج بتكون بالشكل ده. تعالوا نشوف شكل الشراب من الداخل بيكون شكله ايه، وخامته مصنوعة من ايه. زي ما انتم شايفين طبعا مكوناته، اشرح لكم كل حاجة موجودة داخل الشراب ده. طبعا بيكون الكتالوج للتعريف استخدام الشراب كويس زي تلبسيه او تلبسه. ده بيكون طبعا شكل الشراب من الداخل. ده بيكون خامة عالية الجودة، خامة سهلة الغسيل. طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم ده بيكون شراب مستورد صناعة تايواني، مزود من الداخل بمادة سيليكون، سيليكون طبي، عشان اثناء انت بتلبسه او انت بتلبسيه بيحكم على الرجل كويس جدا. تمام، شراب جميل جدا، شراب رائع. طبعا زي ما انتم شايفينه بالشكل ده وباللون ده، طبعا بيجي منه تحت الركبة وفوق الركبة على حسب ما الطبيب ما بيقول لك استخدميه ازاي. تمام، ده بيكون اللي هو الشراب الدوالي السيليكون. تمام حضراتكم، زي ما انتم شايفينه بالشكل ده هوريكم. والقطعة دي طبعا لو انت بتلبسيه او انت بتلبسه تحط في الرجل من الاسفل بالطريقة دي، تبدأي تستخدمي الشراب بسهولة بالطريقة دي كده. طبعا المنطقة دي بتيجي على كعب الرجل، بيبقى مفتوح طبعا، بيبقى الصوابع باينة. تمام، ودي بعد كده بتنزعيها بسهولة جدا بالطريقة دي. تمام، دي بتسهل عليك لبس الشراب. تمام حضراتكم، ده بيكون شكل شراب الدوالي التايواني السيليكون. شراب جميل جدا، شراب رائع، متوفر منه مقاسات طبعا، بيوجد فوق الركبة وتحت الركبة، وسعره هايل جدا جدا ورائع. بيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر. وما تنسوش طبعا تدعمونا للقناة بلايك وسبسكرايب عشان نوصل لكم كل ما هو جديد في عالم المستلزمات الطبية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.